نعم كيف يتم إخراج الرواتب الشهرية نعم الزكاة إخراج عن الزكاة في الرواتب الشهرية إن كان الإنسان كلما أتاه الراتب وإذا هو قد أنفقه بحيث ما يبقى إلى الشهر الثاني فهذا ليس عليه زكاة، لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الحول. وإن كان يدخر، يعني مثلا ينفق نصف الراتب ونصف الراتب يدخره، فعليه الزكاة كلما تم الحول يؤدي زكاة ما عنده. لكن هذا من فيه مشقة، فيه مشقة أن الإنسان يحصي كل شهر بشهره، درءا لهذه المشقة يجعل الزكاة في شهر واحد للجميع، لجميع ما عنده من المال. مثلا إذا كان يتم الحول أول راتب في شهر محرم، إذا جاء شهر محرم الذي يتم به حول أول راتب يحصي كل اللي عنده ويطلع زكاته، فتكون الزكاة لأول شهر واقعة عند تمام الحول، وتكون لما بعده معجلة، والتعجيل جائز. كم النصاب بالنسبة للفضة؟ النصاب بالنسبة للفضة 56 ريال فضة أو ما يعادلها من الورق. ويسأل عن هذا الصيارف، يقال مثلا كم قيمة 56 ريال فضة من الورق، فإذا قالوا قيمتها مثلا 500 كان النصاب 500، وإذا قالوا أقل أو أكثر فعلى حسبه.